يتحدثون هواي أنباء غيرها إلى أنه مثلاً أكو طرف خارجي هو مؤثر على الاتحاد على سبيل المثال، يعني إيران بقوشين، يعني هذا اللي إحنا نسمعه. عاد مدى دقة هذا الموضوع ب يعني برهم صالح أيضا دكتور برهم صالح ما مقبول إيراني حقيقة، ما مقبول إيراني ولا تطرح إيران إطلاقا، يعني سبب يعني ما مقبول إيراني عنده مشاكل ما لأنه محسوب مثلا على الولايات المتحدة الأمريكية، شو كلهم محسوبين على المتحدة يعني كلهم محسوبين على الولايات، بس يعني برهم صالح كشخصية يعني شيعيا ما مقبول. يجوز يعني الصدر يتقبله نعم، لكن الصدر عنده اتفاق مع البارزاني يعني مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، فلازم يرشح زياباري. طيب.